إذن مشاهدينا خلونا نتعرف كده على حالة الطقس من خلال الدكتور محمود شاهين مدير مركز التحاليل والتنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية. دكتور محمود بصبح على حضرتك، ويمكن النهاردة الجو بدأ يقلب شوية، بدأنا نشوف شوية مطر ولو أنه خفيف والبرودة شدت حيلها. نعرف من حضرتك يعني طبيعة الجو النهاردة بإذن الله، وهل هذه الظواهر مستمرة معانا ولا النهاردة بس هيكون ده حلنا؟ صباح الخير أستاذ سامي، صباح النور لحضرتك وكل السادة المشاهدين. تقلبات جوية طبيعية، احنا معتادين في مثل هذه الأيام في فصل الشتاء على تقلبات يوم من الأيام مشمس زي ما شفنا امبارح وأول امبارح، ويوم بيبقى فيه غيوم أكثر وفرص سقوط أمطار زي ما احنا شايفين منذ الساعات الأولى من صباح اليوم. بالفعل النهارده الجو فيه انخفاض في درجة الحرارة، ولكن انخفاض طفيف لو قارناه بامبارح. على سبيل المثال القاهرة العاصمة امبارح بالأمس سجلت 16 درجة 17 درجة هي والوجه البحري، النهارده متوقع ما بين 15 و 14 درجة. فمع طبعا تكاثر السحب اللي بتحجب شوية أشعة الشمس النهارده، واللي كان مصاحب ليها أمطار خفيفة على مناطق من القاهرة الكبرى سواء كانت القاهرة الشمالية جيزة، والأمطار طبعا من خفيفة متوسطة عن المنطقة الشمالية سواحل الشمالية شمال الدلتا بحيرة دهلية كفر الشيخ، أمطار خفيفة إلى متوسطة ما فيهاش غزارة الحمد لله، مش هتكون مؤثرة على كافة الأنشطة اليومية. طقس شتوي مصر المعتاد بارد خلال ساعات النهار وشديد البرودة في ساعات الليل المتأخرة والساعات الصباح. نعم، طب قول لي يا دكتور محمود، هل في ظواهر بقى هنشوفها زي الشبورة المائية أو غيره ولا الأمور مستقرة على هذا الوضع؟ لا حضرتك، ما فيش شبورة طبعا خلال الفترة دي، طالما في اليوم زي النهاردة في تقلبات جوية وظهور للسحب بيقلل شوية من فضل تكون الشبورة. في نشاط كمان للرياح شوية بيدينا مزيد من الإحساس بانخفاض درجات الحرارة، لكن لا ما فيش فرص لتكون الشبورة، ممكن خلال ال 48 ساعة اللي جاية تبدأ تكون الشبورة مرة أخرى. نعم، ولكنها أيضا شبورة خفيفة بإذن الله وهتكون غير مؤثرة على الطرق، بالإضافة إلى اضطرابات في الملاحة البحرية سواء في البحر المتوسط أو في البحر الأحمر، ولكن اضطرابات طفيفة أيضا لا تؤثر على كافة الأنشطة البحرية. الأمطار بقى يا دكتور محمود؟ الأمطار بالنسبة طبعا للسواحل الشمالية اسكندرية البحيرة كفر الشيخ مطروح المنطقة الشرقية زي بورسعيد دمياط، فرص الأمطار ممكن تكون خفيفة إلى متوسطة أحيانا ولكن ما فيهاش غزارة بإذن الله. بالنسبة لجنوب الدلتا القاهرة الكبرى ممكن مناطق المحافظات شمال الصعيد زي الفيوم بني سويف، هذه المناطق تشهد بعض السحب الممطرة أمطار خفيفة جدا تكون غير مؤثرة وغير محسوسة لدى الكثير من المواطنين. قيل دكتور محمود ان يعني درجات الحرارة في يوم الأربعاء تحديدا هتوصل ل 19 و20 درجة. هو طبعا الثلاث والأربع شهور استقرار في الأحوال الجوية بشكل أكبر، فترة الصعشة تشهد تهديد درجة الحرارة ممكن تصل إلى 18 و19 درجة زي ما شفنا امبارح كده يوم مشمس إلى حد كبير، ولكن التقلبات الجوية وارد أنها تحدث مرة أخرى مع نهاية الأسبوع الخميس والجمعة، تبدأ تزيد كميات السحب مرة أخرى وتحدث انخفاضات طفيفة تاني في درجات الحرارة وسقوط الأمطار متفاوتة الشدة. فالتقلبات طقس الشتاء بقى أستاذ حضرتك عارف طبعا ده طبيعي بالنسبة لهذا التوقيت من العام، ولكن اعتقد من السادة المشاهدين ما فيش أجواء مضطربة بشكل كبير حتى الآن خلال الخمس ست أيام القادمين على الأقل، ما فيش أي ظواهر جوية حادة أو عنيفة ممكن تعوق السادة المواطنين من ممارسة أنشطتهم اليومية بس. دايما يا دكتور محمود بنحب ناخد بقى نصايح من حضرتك، وخاصة الأيام دي في امتحانات، فعايزين نصايح للطلبة وكذلك نصايح للناس اللي هي بتكون قائدي المركبات على الطرق السريعة خاصة في هذا التوقيت. وطبعا في البداية نبدأ بقائدي المركبات في أثناء سقوط الأمطار والاتجاه إلى والذهاب إلى المناطق الشمالية الساحلية، تكون عرضة أكثر لسقوط الأمطار، فبقدر الإمكان القيادة بهدوء شديد على الطرق أثناء فرص سقوط الأمطار. ارتداء الملابس الشتوية الثقيلة ده سمة أو عنوان الظواهر الجوية اللي ممكن تأثر علينا مع انخفاضات درجات الحرارة. ارتداء الملابس الشتوية الثقيلة شيء مهم جدا أثناء تواجدنا خارج المنازل، سقوط بدري وإحنا خارجين أو وإحنا بنعود إلى المنازل بعد غياب أشعة الشمس في فترات الليل. يعني قدر الإمكان عمليات الطب الملاحة متابعة النشرات الجوية عشان ارتفاعات الأمواج مع نشاط الرياح اللي بيزود سواء إحساسنا بانخفاض درجات الحرارة أو بيؤدي إلى ارتفاع الأمواج في البحر المتوسط. أنا بشكرك شكرا جزيلا دكتور محمود شاهين مدير